السلام عليكم. انا الام ديال الشاب اللي اعتدوا عليه بحجره. اليوم كانت الجلسه الثانيه وتاجلات تاجلت المحامي ما عرفتوش علاش ما جاش. 14 11 كنتمنى يتاخذ الحق ديال ولدي، ان الولد ان ملي كيشوفو خارج يعني ما في الحاله لا يرثى لها، وكاملين المرض في هذا الشيء ديال ولدي. يعني الضربه ماشي سهله، يعني راني كيف قلت لكم في الحوار الاولاني ان تضرب لوجهه ودا العمليه الاولى وبقى له الثانيه. وكنتمنى القضاء ياخذ لي حقي وحق ولدي. واش غنقول لكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. كنتمنى من الله هضرنا على السبب ديال التاجيل. شنو هو السبب؟ على المحامي محامي ما حضرش. هذاك الناس اللي عندهم مشكل، واش باقا كتعاني معاهم؟ باقا كنعاني معاهم استفزاءات الاهانات، يعني كيدوز بحال غادي جاي، يعني يجري طوالك بحال ما دابا حاليا في المحكمه كيطلع وكيهبط فيا انايا. وولدي راه في الحاله لا يرثى لها. بالنسبه لي هو شاب مسكين مضروب بحجره مخسرين ليه وجهه، ويعني ما مشدودش ما معتقلش. راه لا حول ولا قوه الا بالله. انا كنقول بلادنا بلاد الحق والقانون، وكنتمنى القانون ياخذ حق ولدي. ان هذا الشيء ما غاديش، الا كانت البلاد ديالنا ما فيهاش الحق والقانون راه ولادنا غيتلاجئوا للاجرام. ان ولدي راه ماشي دري صغير، هو تبارك الله حتى هو راجل. كون غيضربوا على شي حاجه، يعني كانوا مناقشين ولا مدابزين على شي حاجه، نقول الله بعد راني مناقشين وديجا عندهم معدوة. ما يعني ولدي جاي يدير غير خير بنيته صغيره، واللي هي حضرت اليوم في المحكمه هي والام ديالها، وحضروا معايا الشهود. السبب تاجيل الملف، المحامي ما جاش. مازال ما سامعوا حتى شي واحد، حتى واحد ما سامعوا ليه ان حتى هما جاوا، لا الام ولا البنيته. الام الضحيه لا ما السيد عام السيد انا جاوا معايا، باقي ما طلبوش. هما ما طلبوش اصلا لا شهود، ما طلبوا حتى شي حاجه، ما طالبين حتى المحكمه. باقا ما هضرتش مع ولدي نهائيا، ما قالت لي ما قالوا لي لا كيفاش حدو تعيطوا له بسميتو كنيتو. تيتقدم المحامي ديالهم، تقدم المحامي ديالي انا حيت درت جوج. المحامي الاولاني ما جاش، بغيت ما فهمتش علاش. كنتمنى ياخذوا لي حق ولدي، راه هادشي لا يعقل، هادشي لا يعقل. بالنسبة للولد مخسر وجهه بحجرة، وعندي شهود وشواهد طبية في 75 يوم وفي التقارير الطبية، وبغيت دابا ناخذ العجز لولدي. مشيت ناخذ العجز للولد التقرير الطبي، قال لك لا ما يمكنش، خص الدري حتى يدير العملية الثانية، حتى يتم الاستشفاء ديالو، عاد يمكن له ياخذ نسبة العجز. الحالة لا يرثى لها، الحالة لا يرثى لها. ما ولدي ما اصلا ما كينعش الليل، قسما بالله ما كينعش الليل، الا كيدخل حتى العشرة ديال الصباح مسكين وكيحط راسه. ولكن الحالة خص الانسان لو كان القانون قانون، الدري اصلا باقي ما دارش العملية التنفس. ملي كينعس انا كنقول ولدي غتخرج الراحة، ما عندوش كيفاش يتنفس. شحال من عملية دارت؟ دارت الأولى وبقى الثانية، جوج عمليات عنده. والعملية الأولى دارت فيها الحديد في حناكو، مليون و40 ديال الحديد اللي في الحناك، راه كاينين التقارير كاملين، كاين كل شيء كاين. والعملية الثانية حتى يدير عام، حتى يبرى له الوجه ديالو، عادي يدير العملية. وجهه راه باقي نيفو باقي عوج ليه، حتى التنفس عنده، التنفس ما تقدرش يتنفس، والشمال ما كينشمش نهائيا الدري، وملي كينعس كيتنفس من فمه. كلمة أخيرة الكلمة. الإغراء ديالكم؟ باقين باقين، هما دابا باقين، دابا كيمشيو كيتعرضوا للشهود باش الشهود زعما يقدروا يرجعوا للور، ولكن الشهود حتى واحد ما بغى ليهم. باش بغى لهم بالفلوس؟ بالفلوس. هما باغيين بالنسبه راه كما قلتها المره الاولى، بان امو كتتعنى هي بان عندها نفوذ وعندها بان تعطي الفلوس على ولدها، ولدها ما يتشدش في الحبس. وانا ولدي شنو؟ ماشي مواطن مغربي، ماشي مغربي، ماشي تا انا ام، كهي ام تا انا ام، كما هي كتدافع على ولدها. ولدها دار جريمه، وانا بالنسبه لي كون كان ولدي انا، اعوذ بالله ما قلت انا ولدي دار بحال ما هاد الجريمه، ما نضيعش الولد اللي ضاع في وجهه. ما يمكنش ليا، بالنسبه ليا ما بيني وبين الله. من طبيعه الحال حقره، وانا في بلادي حقره، وانا القانون كيحمي المواطن، كيحميه، ها كياخذ حقه، ها.
هادشي اللي كنعرف انا في بلادنا، ماشي بالنسبه للدريجه مشى واحد الطبيه وجا ودلينا بالشهود وبكل شيء وخرجوه، خرج من عند الوكيل. في كاينه هادي ما هادشي ما بغاش حتى واحد ما غيتقبلها وحتى واحد ما يدخلوا لدماغه. رسالتي الاخيره كنتمنى من الله ونتمنى من السلطه القضائيه ومن القانون ياخذ لي حق ولدي، حيت ولدي انا ما بغيتش يوصل لي شي حاجه اللي هي خايبه، حيت ما بغاش تصرت ليه وما بغاش تهضم ليه. كون غير جابدو، كون غير داب زبويه، كون غير يعني عداوه بيناتهم، ولا ولدي عمرو تهضر معاه ولا كلمه، يعني بعيد من هو جاري. وانا ولدي ساكن هنا في قنيطره 6 سنين كيجي غير عندي كيطلع لي وكيمشي، جاي يدير خير في بنيته صغيره فكات تزخم رجليه وجهه بحجره. فين كاينه هادي؟ شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.